أيام فقط على انطلاق أكبر عرس رياضي وثقافي بولاية وهران الباهية. ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2022، تظاهرات رياضية ستعرف تنظيم أنشطة ثقافية وفنية مرافقة للحدث الرياضي، من بينها 5 تظاهرات دولية. سهرات فنية برمجت لهذه التظاهرة كإقامة المهرجان الدولي للموسيقى الحالية بمسرح الهواء الطلق حسن شقرون بمشاركة عدة دول تطل على البحر الأبيض المتوسط. المسرح الوطني الجزائري له نصيب للمشاركة في هذه التظاهرة بالتعاون مع المسرح الجهوي لوهران بتنظيم أيام المسرح المتوسطي بمشاركة فرق من عديد الدول كإسبانيا، إيطاليا وفرنسا، إلى جانب أيام الفيلم المتوسطي الذي يشمل عروض بوهران والمدن المجاورة لها. عدة أفلام سينمائية كذلك تبرز ثقافة عدد من الدول المشاركة في الألعاب، ليبقى الحدث الأهم مراسم الافتتاح والاختتام. هذا ومن المزمع أن ينظم بجبل المرجاج معرض فني بمشاركة فنانين من الدول المتوسطية، ومن الجانب الأدبي مشاركة 14 أديبا من عدة دول تطل على البحر الأبيض المتوسط، تكتمل بكتابة مجموعة من النصوص يتم طباعتها في كتاب بعد انتهاء التظاهرة الرياضية.